وينضم إلينا مباشرة من أربيل طارق جوهر المستشار الإعلامي لرئاسة برلمان إقليم كردستان. أستاذ طارق، أهلا بك لنشرتنا لهذا اليوم. يعني إذا كان الجميع متفق ومتفاهم ومتوافق على إجراء الانتخابات لا اعتراضات، لماذا لم يحدد الموعد؟ ولماذا يقول رئيس وزراء الإقليم بأن هناك حاجة لمزيد من المشاورات مع الأطراف السياسية؟ نعم، مساء الخير. هناك جانب في موضوع تحديد موعد الانتخابات. نعم، جلسة اليوم كانت جلسة تشاورية. نحن لمسنا بأن لا يوجد هناك اختلاف بين الأحزاب الكردستانية فيما يتعلق بتحديد موعد الانتخابات. قانونيا تحديد الموعد من صلاحيات رئيس إقليم كردستان، الذي تم تحويل هذه الصلاحيات إلى رئيس السلطة التنفيذية الآن رئيس الحكومة إقليم كردستان سيد نيتشرفان وفق القانون رقم 2 لسنة 2017. من وفق هذا القانون من حقه أن يحدد موعد، ولكن يجب أن يأخذ بنظر الاعتبار مدة تمديد دورة البرلمان الحالية لمدة دورتي عقد الجلسات، أي لمدة 8 أشهر بينهما شهرين لعطلة عقد الجلسات البرلمانية. يعني ربما هذه التمديد أثر على تحديد الموعد. نعم، هناك اختلاف في وجهات نظر. هناك موعدين أمام رئيس الحكومة لتحديدها. أولا، إما أن تكون 6 تموز القادم موعد إجراء الانتخابات، أو تكون في أقصى مدى في 6 أيلول القادم. هناك تساؤلات. كان هناك بعض الأطراف يطالب بإجراء الانتخابات بالتزامن مع انتخابات البرلمان العراقي في شهر آيار القادم، ولكن قانونيا لا يمكن إجراء هذه الانتخابات لأن البرلمان تم تمديد دورتها لمدة تقريبا 8 إلى 10 أشهر. لذلك إذا ما اتفق الأحزاب على إجراء انتخابات، تقديم الانتخابات في هذا الموعد، يجب إجراء إعادة التعديل على هذا القانون الذي تم بموجبه تمديد الدورة الحالية. نعم، هل هناك من ملاحظات للأطراف المعارضة لحكومة الإقليم خلال هذه الجلسة التشاورية؟ هل بالإمكان الحديث بصراحة حول هذا الموضوع؟ نعم، الكل تحدثوا بصراحة، حتى حركة التغيير الجماعي الإسلامية. ملاحظاتهم، لم يكن هناك ملاحظات حول تحديد الموعد. حتى حركة التغيير الإخوة في الاجتماع أكدوا بأنه ليس لديهم مشكلة إذا ما تقدمت الانتخابات لمدة، تأخرت الانتخابات لمدة 2 شهر أو تقدمت لمدة 2 شهر. الكل كان متفق على أن 2 شهر لا يؤثر على الناخب، لا يؤثر على يعني موقع الكيانات السياسية، لا يلحقون بترميم بيتهم الداخلي مع الجماهير. لذلك لا يوجد هناك مشكلة. المشكلة فقط كان ركزوا على ضرورة إجراء الانتخابات بشكل شفاف وبشكل ديمقراطي بدون أن تكون هناك تجاوزات قانونية. ركزوا أيضا على ضرورة تطهير قائمة سجل الناخبين لإقليم كردستان. وأيضا من جانبه المفوضية أكدوا بأنهم يعني قطعوا شوطا كبيرا من أجل إجراء تطهير هذه القائمة، وأكدوا بأن 80% من قائمة سجل الناخبين تم تطهيرها ويعني توضيحها بشكل سليم. نعم، أستاذ طارق، ماذا بخصوص مطالب يعني الأقليات؟ قضية يعني صناديق اقتراع خاصة، الكوتة إعادة النظر فيها، كيف تنظرون لهذا الأمر؟ والله كان هناك تباين بين وجهات نظر بين الكيانات الذين يمثلون الكوتة من المسيحيين والتركمان و الأرمن، ولكن بشكل عام من حقهم أن يكون الانتخابات والتنافس بين هذه الكيانات، وأن لا تتدخل القوى والمكونات الأكبر في عملية تحديد ممثلي أو اختيار ممثلي هذه الكتل الذين يعني يشملهم نظام الكوتا في إقليم كردستان منذ 92 ولحد الآن. وربما يجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار مطالب هذه المكونات حتى تكون الانتخابات القادمة أكثر شفافية وأكثر نزاهة من الدورات السابقة، وأن تشارك كل المكونات بحماس في هذه الانتخابات لتأتي بحكومة إقليم جديدة تشمل كل المكونات وتدخل في حوار مع بغداد من أجل حل المشاكل المتراكمة منذ سنوات. من أربيل، طارق جوهر المستشار الإعلامي لرئاسة برلمان إقليم كردستان، شكرا جزيلا لك.